طال عمره. هذه القصيدة لها قصة بسيطة يعني. طبعا أنا من وادي الدواسر. ونعم فيكم أهل وادي الدواسر ونمسيهم بالخير من ثلاثة. الله يبارك فيكم ولا عليكم زود، والله يوفقنا وياكم في هالساعة المباركة، جلسنا في هذا البرنامج المبارك على عز الوطن وأمنه. اللهم لك الحمد. اتصلت علي أحد المدارس، مدير مدرسة عندنا، وكان عندهم حفل في اليوم الوطني، أحد أيام الوطن، قالوا يا أبو عبيد نبغى من قصيدة. قلت أبشروا والله، ما أدري تبوني أشيلها لكم ولا ألقيها. إلا والله الشيلات زينة منك أبو عبيد، نحب شيلات. على شيل عرضة. أي والله. أبشر أبشر والله. يقول يالله المطلوب يا من على خلقه يجود، يا ولي العرش سبحانك الفرد الصمد، يا ولي العرش سبحانك الفرد الصمد، يا منزل سورة النور والطريق وهود، نطلبك نصر الشريعة وحكم البلد، نطلبك نصر الشريعة وحكم البلد، افرحي المملكة وانثري عطر الورود، زادت الافراح واليوم ذا يوم السعد، زادت الافراح واليوم ذا يوم السعد، يا بلادي الحبيبه عمت عين الحسود، جعل عين ما تحبت تكحل بالرماد، جعل عين ما تحبت تكحل بالرماد، يا ملكنا يا فخرنا ترانا لك جنود، يا خنوره كلنا لك نوفي بالعهد، يا خنوره كلنا لك نوفي بالعهد، خادم البتين الامين دعانا للصمود، ما توخر واحد شايب ولا ولد، ما توخر واحد شايب ولا ولد، يا محمد يا ابن سلمان يا نسل الاسود، بعت لك عندنا ما نخالف لك وعد، بعت لك عندنا ما نخالف لك وعد، يا رجال الجيش يا اهلل، يا رجال الجيش يا أهل محبة الصمود، يا حماة الحد من كل شرر، يا حماة الحد من كل شرر حقود، يشهد التاريخ والمجد والعالم شهد، يشهد التاريخ والمجد والعالم شهد، نحمد الله مملكتنا اتقام بها الحدود، منهج القرآن دستورنا في ذا البلد، منهج القرآن دستورنا في هالبلد، ويا صلاة الله على
المصطفى مخضع الرعود وعد قطر الغيث لا جاء معه برق ورعد وعد